بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مع بشرة أمل. في هذه الحصة إن شاء الله لدينا اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات لأبطال السنة الخامسة ابتدائي. سأترك لكم في صندوق الوصف رابط لتحميل النموذج. تجدون أيضا في صندوق الوصف رابط لقائمة التشغيل الخاصة باختبارات الفصل الثاني للسنة الخامسة ابتدائي جميع المواد. فلا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت ومشاركة رابط الحصة. التمرين الأول الآن. طلب منا أولا أكتب الأعداد العشرية التالية على شكل قصور عشرية. إذن على شكل قصور عشرية يعني هنا لدينا كسر، في الكسر لدينا خط الكسر، هكذا لدينا البسط، لدينا المقام. المقام هنا يا أبطال إما يكون عشرة أو مئة أو ألف أو عشرة آلاف أو مئة ألف أو مليون وهكذا. نقول هنا أني عندي كسر عشري. سأبدأ بالعدد الأول طريقة سهلة وبسيطة بإذن الله، تابعوا فقط معي يا أبطالي. لدينا العدد، ماذا سيفعل التلميذ؟ أولا خط كسر هكذا، يقوم بكتابة الأرقام هنا، أرقام هذا العدد بدون فاصلة. إذن لدينا خمسة أربعة ثلاثة ستة صفر واحد، مفهوم. ثم على يمين الفاصلة لدينا كم من رقم؟ لدينا واحد اثنان ثلاثة، يكتب ثلاثة أصفار هكذا. إذن لدينا ألف. هذا فيما يخص الكسر الأول. إذن 543,601 على ألف. الكسر الثاني الآن بنفس الطريقة، نقوم بكتابة أرقام العدد لما نكتب طبعا الفاصل 4 3 6 6. ثم لدينا كم من رقم جاء على يمين الفاصلة؟ لدينا 1 2، أكتب 0 1 2 ثم أكتب 1 هكذا. العدد الثالث بنفس الطريقة، وبالنسبة للعدد الرابع بنفس الطريقة، أكتب أرقام العدد وشوفوا معايا هنا يا أبطال. عندي صفر راهي جاي هكذا على اليسار، هنا إذا كان صفر على اليسار هنا وقبله أرقام هنا راه عادي. أقول 23.7 أو أقول 0 23.7 عادي. إذا نكتب 2 3 7. لدينا كم من رقم جاء على يمين الفاصلة؟ رقم 1، أكتب 0 1، أكتب يعني لدينا 10. هنا نكتب 0 237 أو نحذف الصفر عادي. الآن نكتب الأرقام 4 3 0 0 4 بالترتيب. لدينا كم من رقم جاء على يمين الفاصلة؟ 3 أرقام. 1، أكتب 3 أصفار، 2 3، ثم أكتب 1 هكذا. إذن قمنا الآن بكتابة الأعداد العشرية على شكل قصور عشري. ثم ثانيا طلب منا أحصر الكسر الذي مقامه 100 بين عددين طبيعيين متتاليين. أين هو الكسر؟ يعني هنا لدينا 4366، 4366، لدينا المقام هنا 100 بين عددين طبيعيين متتاليين. لاحظوا معي هنا لدينا 100، نشوفوا في البسط رقم المئات لدينا 3. أخذ 3 والأرقام التي تليها، يعني لدينا 3 4، 43، 43 زائد 1 لدينا 44. إذن بين عددين طبيعيين متتاليين 43 44. يحب التلميذ يضع عملية القسمة هكذا 4366 على 100، يقسم، سيجد هنا حاصل القسمة 43.
هذا هو 43، قمنا بكتابته هنا. 43 زائد 1 44. إذا هذا فيما يخص حل التمرين الأول. نشوف الآن التمرين الثاني. سلك كهربائي طوله 98.57 متر، استعمل منه الكهربائي قطعة طولها 46.5 متر وقطعة أخرى طولها 25.45 متر. طلب منا إذن رقم واحد، أحسب طول السلك المستعمل، أحسب طول السلك المتبقي. إذن مع بعض يا أبطال راح نحاول نفهم ما جاء أولا في التمرين الثاني. دائما أنصحكم بتمثيل ما جاء في التمرين. لدينا سلك كهربائي طوله، هذا نفرض أن هذا السلك طوله 98.57 متر. الكهربائي هنا استعمل منه قطعة، أخذ منه هذه القطعة، طول القطعة 46.5 متر في المرة الأولى، ثم استعمل قطعة أخرى طولها، هذه القطعة طولها 25.45 متر. أولا أحسب طول السلك المستعمل، طول السلك المستعمل يا أبطال يعني طول القطعة الأولى زائد طول القطعة الثانية. نضع الآن عملية الجمع. لدينا 46.5 طول القطعة الأولى زائد طول القطعة الثانية 25.45. نلاحظ أن لدينا عدد بالفاصلة. نعم، إذن أولا أضع فيما يخص عملية الجمع دائما نهتم بالفاصلة من أول خطوة. أضع الفاصلة تحت الفاصلة أولا، ثم أكتب أرقام الجزء الصحيح. الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح. لدينا في الجزء الصحيح هنا رقم وحدات عشرات، وهنا الجزء الصحيح وحدات عشرات. أضع الوحدات تحت الوحدات العشرات تحت العشرات. ثم لدينا هنا أربعة، أكتب أربعة جزء من عشرة تحت جزء من عشرة. ثم لدينا خمسة. هنا لدينا مكان فارغ. لتسهيل العملية سأقوم بملئه هكذا. أضع صفر. نجمع الآن عادي، 0 زائد 5 يساوي 5، 5 زائد 4 9، 6 زائد 5 11، أضع الاحتفاظ، 1 زائد 4 زائد 2 لدينا 7. إذن هنا طول السلك المستعمل 71.95 متر. إذن ثم طلب منا أحسب طول السلك المتبقي. هنا بعد ما أخذنا هذه القطعة التي وجدناها طولها 71.95 متر، طلب منا أحسب طول السلك المتبقي من 98.57 متر. إذن لدينا كلمة المتبقي بتمثيل هكذا. وجدنا أننا سنقوم بحساب أيضا هذه القطعة المتبقية، طول هذه القطعة، يعني سنطرح هنا 98.57 ناقص نقول 71.95. أقوم بكتابة العدد الأول 98.57. لدينا عدد بالفاصلة 71.95، أضع الفاصلة تحت الفاصلة، الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات. لدينا 9 5. إذن قلنا لدينا عملية طرح هكذا. نطرح الآن 7 ناقص 5 2، 5 ناقص 9 لا نستطيع. إذن ماذا سنفعل يا أبطالي؟ أستلف وأرجع. هنا يصبح لدينا 15، وهنا 1 زائد 1 2. 15 ناقص 9 6، 8 ناقص 2 1 زائد 1 2، 8 ناقص 2 6، 9 ناقص 7 لدينا 2. إذن هنا لدينا 26.62
متر، وهو طول السلك المتبقي. هذا فيما يخص حل التمرين الثاني. التمرين الثالث يستعمل حلواني 6 كيلوغرام من الدقيق و18 حبة بيض لصنع 3 كعكات. أكمل ملء الجدول لإيجاد وزن الدقيق وعدد البيض اللازم لصنع كعكة واحدة، 6 كعكات، 9 كعكات، 12 كعكة. إذن في الجدول ماذا لدينا؟ لدينا السطر الأول عدد الكعكات، السطر الثاني وزن الدقيق بالكيلوغرام، ولدينا عدد حبات البيض. يستعمل حلواني هنا لصنع 3 كعكات، لصنع 3 كعكات يستعمل كمية معينة من الدقيق. هنا لدينا 6 كيلوغرام. عدد حبات البيض التي يستعملها 18 حبة بيض، 18 حبة بيض. مطلوب منا أولا لصنع كعكة واحدة، لصنع كعكة واحدة هنا الحلواني سيحتاج إلى كم من الكيلوغرام الدقيق وعدد حبات البيض. ماذا سنفعل يا أبطال؟ شوفوا معايا هنا، عندي 3 وعندي كعكة واحدة، يعني عندي 1 فقط. وش هي العلاقة بين 3 وبين 1؟ بين 3 و1، 3 تقسيم 3 يساوي 1، 3 تقسيم 3 يساوي 1، مفهوم؟ إذن 6 تقسيم 3، 6 تقسيم 3 سنجد 2. يعني هنا لصنع كعكة واحدة سيحتاج إلى كم من دقيق؟ 2 كيلوغرام. 18 تقسيم 3 6، إذن لصنع كعكة واحدة سيحتاج إلى 6 بيضات و2 كيلوغرام من البيض. هنا يا أبطال فيما يخص الجدول شفنا العلاقة بين الأعداد فقط، أعداد العمود الأول وأعداد العمود الثاني. يستطيع التلميذ كتابة هكذا، شوفوا معايا. أولا عندي 3 كعكات يحتاج 6 كيلوغرام، هنا ماذا سيفعل؟ يعني 6 كيلوغرام راه وزعها على 3، 6 تقسيم 3 سيجد 2 كيلوغرام، يعني في كل كعكة نحتاج 2 كيلوغرام، 6 تقسيم 3. 18 بيضة راه وزعها على 3، 3 كعكات، 18 تقسيم 3 سنجد 6، يعني هنا لدينا 6 حبات بيض، لدينا 2. من هذا سنقوم بملء الجدول. هنا 6 كعكات، في كل كعكة 1 كعكة، عدنا 2 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، 2 كيلوغرام، سيتكرر معنا 6 مرات، 6 في 2 12، مفهوم؟ ثم 6 في 6 عدد حبات البيض، 6 في 6 36. طبعا هنا راني نسيت يا أبطال 9 كعكات، هنا 9 كعكات راني نسيتها، نضيفها هكذا لا بأس في ذلك. إذا الآن نضرب عادي، 2 في 12 لدينا 24، 6 في 12 كم يساوي يا أبطالي؟ إذا دائما هنا إما لحل هكذا تمرين فيما يخص التناسبية يشوف التلميذ العلاقة بالأعداد، مفهوم؟ أو ماذا سيفعل هنا؟ يبحث عن معامل التناسبية. مثلا هنا عندي معامل التناسبية، هنا العلاقة بين الأعداد، هنا بالعلاقة بالأعداد مثلا بلا ما نضرب هنا نشوفه بين 1 و6، العلاقة بين 1 و6. إذن 1 و6، 1 أضربها في 6 سنجد 6، 2 في 6
12 6 في 6 36 العلاقة مثلا بين 6 و 12 أو بين 1 و 6 6 في 2 نجد 12 6 في 2 12 إذن 12 في 2 24 36 في 2 72 ثم هنا عندي العلاقة بين 6 و 9 لا نشوفه بين 1 و 9 1 في 9 لدينا 9 إذن 2 أضربها أيضا في 9 سنجد 18 6 في 9 إذن 6 في 9 كم يا أبطالي 54 لدينا 54 بيضة إذن لصنع هنا كحكة واحدة نحتاج 2 كيلوغرام من الدقيق و 6 حبات من البيض لصنع 6 كعكات نحتاج الوزن هنا الدقيق 12 كيلوغرام 36 بيضة لصنع 12 كعكة نحتاج 24 كيلوغرام من الدقيق 72 بيضة وهكذا إذن إن شاء الله تكونوا فهمتوا معايا فيما يخص التمرين الثاني طبعا هنا يراني مديت لكم الطريقة الأولى والطريقة الثانية الطريقة الأولى فيما يخص العلاقة بين الأعداد الموجودة في الجدول والطريقة الثانية نبحث عن معامل التناسبية لدينا مثلا واحد كعكة عندي هنا 2 كيلوغرام فيما يخص معامل التناسبية الخاص بوزن الدقيق عندي 2 فيما يخص عدد حبات البيض لدينا 6 في كل مرة نضرب في 2 في 6 على حسب عدد الكعكات إذن نشوفوا الآن التمرين الرابع التمرين الرابع تعرف على الشكل ثم ارسمه مضلع له 3 أضلاع و3 زوايا فيه ضلعان متقايسان وزاوية قائمة أولا نتعرف على الشكل لدينا مضلع له 3 أضلاع 1 2 3 يعني هذا المضلع لدينا مثلث ثم 3 أضلاع قلنا 3 زوايا زاوية 1 2 3 فيه ضلعان متقايسان وزاوية قائمة عندي زاوية قائمة يعني المثلث قائم قال لنا فيه ضلعان متقايسان الضلع هنا هذا الطول طول الضلع الأول يساوي طول الضلع الثاني يعني لدينا مثلث قائم ومتساوي الساقين الآن بعد ما تعرفنا على هذا الشكل هل بإمكاننا رسم هذا الشكل؟ نعم إذن مدام عندي زاوية قائمة راح نرسم لكم رسم عشوائي فقط يا أبطال وتابعوا معايا طريقة العمل ثم نقوم بإنجاز باستعمال الأدوات الهندسية قال لنا زاوية قائمة زاوية قائمة يعني فيها ضلع 1 2 ضلعان إذن يقوم التلميذ برسم مستقيم هكذا مفهوم قمنا برسم المستقيم الأول ثم نقوم برسم المستقيم الثاني والمستقيم الثاني هنا التلميذ لازم يستعمل القوس لازم يستعمل القوس لتحديد الزاوية القائمة لازم رأس القوس يكون منطبق على نهاية أو النقطة هنا المستقيم الأول إذا نرسم هنا المستقيم الثاني هكذا هنا راه عندي زاوية قائمة قال لنا فيه ضلعان متقايسان وزاوية قائمة هذا الضلع يعني له نفس الطول مع هذا الضلع مثلا هنا محدد ليش طول الضلع كم نختار مثلا طول هذا الضلع 2 سنتيمتر راح نحدد هنا طول الضلع الثاني أيضا لدينا 2 سنتيمتر راح يكون هنا هنا التلميذ يمسح طبعا راح رسم بالقلم الرصاص يمسح هذه الزيادة هكذا ويمسح هذه الزيادة هكذا ثم يقوم بالتوصيل بين النقطتين هكذا إذن يصبح لدينا مثلث قائم ومتساوي الساقين يقوم التلميذ برسم المثلث هكذا لدينا قائم ومتساوي الساقين نشوفوا الآن الوضعية الإدماجية وما تنسوش الضغط على زر الإعجاب إذا أعجبكم ما قدمت والاشتراك في القناة
الوضعية الإدماجية: تحصل صاحب معصرة للزيتون على 465 لتر من الزيت في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني تحصل على ثلث كمية الزيت التي تحصل عليها في اليوم الأول. رقم واحد: أحسب كمية كل الزيت التي تحصل عليها صاحب المعصرة في اليومين، في اليوم الأول والثاني. قام صاحب المعصرة بشراء 310 قارورة زجاجية فارغة ذات سعة 2 لتر ب 120 دينارا جزائريا للقارورة الواحدة، ثم عبأها بزيت الزيتون وقام ببيعها ب 950 دينار جزائري للقارورة الواحدة. رقم 2: أحسب ثمن شراء كل القارورات. رقم 3: أحسب المبلغ الذي قبضه صاحب المعصرة مقابل بيع الزيتون. إذا قمنا أولا بقراءة نص المشكلة، سنقوم بتحديد المعطيات، تمثيل ما جاء في نص المشكلة، ثم سنجيب عن ما هو مطلوب منا، فتابعوا معي. إذا صاحب هنا المعصرة تحصل في اليوم الأول على 465 لتر من الزيت، في اليوم الثاني تحصل على ثلث كمية الزيت التي تحصل عليها في اليوم الأول، يعني لدينا ثلث 465 لتر، هذه الكمية تحصل عليها في اليوم الثاني. طلب منا أحسب كمية كل الزيت، كل الزيت التي تحصل عليها في اليومين، اليوم الأول والثاني، كل الكمية مجموع يعني لدينا. إذن هنا سنقوم بحساب 465 لتر كمية الزيت التي تحصل عليها في اليوم الأول زائد كمية الزيت التي تحصل عليها في اليوم الثاني، لكن هنا لدينا ثلث 465. إذن ثلث كما قلنا لدينا 1/3، ثلث 465 كيف سنجد أو كيف سنقوم بحساب هنا كمية الزيت التي تحصل عليها أولا في اليوم الثاني؟ إذن 465 في 1/3، 465 في 1 لدينا 465، نعم، ثم 465 تقسيم 3 سنجد 155. إذن يعني يا أبطال في اليوم الثاني تحصل على 155 لتر من الزيت، في اليوم الأول 465. إذن هنا سنجمع مباشرة 465 زائد 155. نضع العمليات هكذا، سنجد كمية كل الزيت التي تحصل عليها صاحب المعصرة في اليومين، لدينا 620 لتر طبعا من الزيت. إذا أجبنا عن ما هو مطلوب منا. أولا نشوف الجزء الثاني، قام صاحب المعصرة بشراء 310 قارورة زجاجية فارغة ذات سعة 2 لتر. لدينا قام بشراء عدد معين من القارورات بحيث كل قارورة سعة كل قارورة 2 لتر. لدينا القارورة الثانية، الثالثة، الرابعة. هنا لدينا عدد القارورات كم؟ 310. بكم هنا؟ ب 120 دينار جزائري للقارورة الواحدة. إذن ثمن كل قارورة هنا 120 دينار جزائري، القارورة الثانية 120 دينار جزائري، القارورة الثالثة، الرابعة، الخامسة. لدينا عدد القارورات 310. طلب منا أو وقام ببيعها ب 950 دينار جزائري. نشوف قبل ما هو مطلوب منا رقم 2: أحسب ثمن شراء كل القارورات. ثمن شراء كل القارورات، كل قارورة ب 120 دينار جزائري، 120 دينار جزائري، 120 دينار جزائري. سيتكرر كم من مرة يا أبطال؟ على حسب عدد القارورات. إذن هنا سيتكرر 310 مرة. إذن هنا 310 في 120 سنجد ثمن شراء كل القارورات.
نضع إذن العملية هكذا. عملية ضرب لدينا 310 في 120 37,200 هو ثمن شراء كل القارات. ثم ثالثا احسب المبلغ الذي قبضه صاحب المعصرة مقابل بيع الزيتون، بيع زيت الزيتون. هنا بعد شراء هذه القارورات عبأها بزيت الزيتون، عبأها بزيت الزيتون، وقام ببيع كل قارورة ب 920 دينار جزائري. القارورة الثانية قام بتعبئتها هكذا بزيت الزيتون وقام ببيعها لدينا 920 دينار جزائري. القارورة الثالثة أيضا، القارورة الرابعة. إذن وذكرنا أن عدد القارورات وهو 310. إذن كل قارورة هنا قام ببيعها بهذا المبلغ. القارورة الثانية يعني هنا 920، سيتكرر معنا أو تكرر معنا كم من مرة على حسب عدد القارورات. ما دام لدينا تكرار هنا يا أبطال، إذن يعني لدينا عملية ضرب 920 في 310. ننجز العملية ثم نكمل. إذن أضع العملية هكذا، نجد المبلغ الذي قبضه صاحب المعصرة مقابل بيع زيت الزيتون وهو 294,500 دينار جزائري. إذن هذا فيما يخص حل الوضعية الإدماجية فيما يخص اختبار الفصل الثاني في مادة الرياضيات النموذج رقم 3. إذن دمتم سالمين وفي رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.